اهلا بيكم طلبة التالتة ثانوي في معلومة على الماشي مع الاطلس. احنا قلنا وعدناكم ان احنا ان شاء الله كل اسبوع هننزل فيديوهات قصيرة كده هو هنقدم فيها معلومة مفيدة عن منهجنا في الجغرافيا الايه السياسية. والنهاردة اخترنا لكم معلومة كده على الماشي عن التكتلات الاقتصادية. بص يا ولاد، احنا عشان نتكلم عن التكتلات الاقتصادية فقلنا التكتلات الاقتصادية هي بتعتبر ظاهرة حديثة النشأة. التكتلات الاقتصادية ظهرت لأول مرة كان في منتصف القرن الكام؟ العشرين، وما كانتش موجودة قبل كده. عشان كده كنا بنقول ان التكتلات الاقتصادية هي بتعتبر ظاهرة حديثة النشأة، ظهرت لأول مرة في منتصف القرن العشرين. وكنا بنقول كمان ان اقدم التكتلات واشهر التكتلات وانجح التكتلات اللي ظهرت على خريطة العالم كان هو التكتل الاقتصادي الاول والاقدم، وهو الاتحاد الايه؟ الاوروبي. ونتيجة نجاح الاتحاد الاوروبي في تحقيق اهدافه الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري ما بين الدول الاعضاء، بدأت تغير منه دول كتيرة في العالم. ومن هنا الغيرة في الصالح هي طبعا خير. بدأت دول كتيرة في العالم تأسس لنفسها هي كمان مجموعة من الايه؟ من التكتلات. فظهرت مجموعة من التكتلات الاقتصادية على خريطة الايه؟ العالم. وده اللي احنا هنوضحه النهاردة. بص يا ولاد، احنا لو جينا بصينا على خريطة العالم اللي قدامك دي هتلاقي فيه 6 الوان مختلفة ظهرة قدامك، كل لون منهم بيدل على تكتل اقتصادي. لو جينا بصينا على الالوان اللي قدامك هتلاقي اقدم التكتلات اللي ظهرت على خريطة العالم هنقول له هو الاتحاد الايه؟ الاوروبي. فالاتحاد الاوروبي هو اقدم التكتلات اللي ظهرت على خريطة العالم، ونتيجة لنجاح الاتحاد الاوروبي بدأت تظهر مجموعة من التكتلات. بص هنا عندنا هنا اولاد تكتل اقتصادي بيضم دول قارة امريكا الشمالية، بيضم دولة زي كندا وامريكا والمكسيك، وده اللي معروف باسم منظمة الايه؟ ده اللي معروف باسم منظمة النفتة. طيب، وعندي تكتل اقتصادي هنا عندي في شبه الجزيرة العربية، وده التكتل الاقتصادي اللي بيضم مجلس التعاون لدول الخليج الايه؟ العربي. عندي تكتل اقتصادي بيضم دول من شمال وغرب افريقيا، من شمال غرب افريقيا. عندك ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، اسسوا ما بينهم تكتل اقتصادي، وده اللي معروف باسم اتحاد المغرب الايه؟ العربي. وخد بالك من حاجة، ان قارة افريقيا فيها فقط 2 من التكتلات، اتحاد المغرب العربي، وعندنا هنا منظمة، المنظمة دي اللي بتضم دول شرق وجنوب افريقيا، ودي المنظمة الاقتصادية الوحيدة اللي مصر منضمة ديها، ودي اللي معروفة باسم منظمة الايه؟ الكوميسا. يبقى انا هنا عندي 2 من التكتلات في قارة افريقيا، عند اتحاد المغرب العربي وعند منظمة اسمها منظمة الكوميسا. عند التكتل السادس او التكتل الاخير اللي هنتكلم عنه، وهي منظمة الابيك، منتدى التعاون الاقتصادي لدول قارة اسيا المطلة على المحيط الهادي. ودي يا اولاد التكتل الاقتصادي اللي ظهر قدامك باللون البامبا ده، بيضم روسيا والصين وكوريا واليابان، مجموعة دول من جنوب شرق اسيا، بيضم استراليا ونيوزيلندا. طيب، واحد يقول لي ايه يا مستر المنظمة دي بتعرف باسم ايه؟ قالك دي المنظمة المعروفة باسم منظمة الابيك، دي اللي معروفة باسم منظمة الابيك، دي اللي معروفة باسم منظمة الابيك. طب ودي يا مستر بتضم دول من قارتين؟ قلت لك لا، دي منظمة الابيك بتضم دول من 4 قارات مختلفة، فيها دول من اسيا ودول وقارة زي استراليا. طيب، ودولة نيوزيلندا طبعا. وهنا عندك بيرو وعندك شيلي، دول من امريكا الجنوبية ومنضمة لمنظمة الابيك. وخد عندك المعلومة دي، عندك كندا وامريكا والمكسيك عاملين ما بينهم منظمة النفتة، وهم في نفس الوقت اعضاء في منظمة الايه؟ الابيك. واحد يقول لي ايه ده؟ يعني يا مستر كده منظمة الابيك بتضم دول من 4 قارات مختلفة؟ بالفعل هي بتضم دول من 4 قارات مختلفة، بتضم دول من اسيا ومن استراليا ومن امريكا الجنوبية ومن امريكا الشمالية. وهنضيف كده معلومة، يمكن للدولة الواحدة الانضمام لاكثر من تكتل اقتصادي. يعني ينفع الدولة الواحدة تنضم لأكثر من تكتل؟ قلت لك اه. زي مين؟ ايه الدليل اللي يثبت الكلام ده؟ هقول له والله عندنا كندا وامريكا والمكسيك عاملين ما بينهم منظمة النفتة، وهم في نفس الوقت اعضاء في منظمة الايه؟ الابيك. ادي اول دليل. ايه الدليل التاني؟ هقول له الدليل التاني عندي دولة تونس وعندي دولة ليبيا، مالهم؟ الاثنين اعضاء في منظمة اتحاد المغرب العربي، والاثنين اعضاء في منظمة اسمها منظمة الكوميسا. يبقى انا كده عندي اثباتين يثبتوا ان الدولة الواحدة تقدر تنضم لاكثر من تكتل اقتصادي. معلومة على الماشي مع الاطلس، محمد سعيد، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.